اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم مع وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة إبراهيم غندور والوفد المرافق له. وقد أكد الشيخ صباح الخالد أن زيارة الرئيس السوداني هي تواصل بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. نحن في غاية السعادة في الترحيب بفخامة الرئيس عمر البشير في زيارته الرسمية لدولة الكويت، وهذا التواصل المستمر يعني يتيح لنا فرصة للعمل سويا في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية الكويتية السودانية، اللي ولله الحمد بإشراف ورعاية قيادتي البلدين سائرة في طريقها صحيح في المسارات المتعددة، ونعمل سويا لتحضير للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، اللي راح تكون إن شاء الله يعني كل جهاتنا الرسمية وأيضا القطاع الخاص متواجد فيها لتعزيز وتعميق هذه العلاقة. أيضا زيارة فخامة الرئيس لدولة الكويت ولقائه بسيدي صاحب السمو كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، ونحن حريصين كون أن الكويت سوف تصبح عضو غير دائم في مجلس الأمن بداية من السنة القادمة، أن نتعاون وننسق مع أشقائنا في السودان حول القضايا المعروضة على مجلس الأمن. ومن جانبه أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن زيارة رئيس جمهورية السودان للكويت ما هي إلا لتقديم الشكر والتقدير لدولة الكويت على دعمها المستمر للسودان. أن هذه الزيارة لتقديم الشكر والتقدير لقيادة الكويت ممثلة في سمو الأمير وحكومة وشعب الكويت الشقيق على الدعم الكبير الذي ظل يتلقاه السودان من الكويت الشقيقة عبر السنوات المختلفة، ومعلوم أن الكويت تدعم السودان في قضايا كثيرة على رأسها قضية التنمية والاستثمارات الكويتية في السودان نموذج، وبالتالي الزيارة القصد منها تقديم الشكر والتقدير والتحدث حول تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين